إن شاء الله راح نتكلم في درس صغير جدا عن أعراض التهاب الالتهابات المهبلية. طبعا الأعراض هي عبارة عن حكة بسيطة في المنطقة، هرش غير طبيعي من قبل الطفلة في المنطقة، أي هرش أو حكة أو بكاء من الطفلة، أو الإحساس بأنه يوجد شيء غريب في المنطقة يسبب الحكة، من الضروري مراجعة الطبيب. أيضا احمرار في المنطقة، ممكن تكون في حساسية بسيطة واحمرار في هذه المنطقة، ممكن هذه إشارة على أنه يوجد شيء غريب في هذه المنطقة. أيضا ممكن نعرف أن يوجد التهاب في هذه المنطقة عن طريق الإفرازات، قد تكون أما رمادية أو صفراء أو خضراء اللون. وطبعا هل تدل هذه الألوان على شيء محدد؟ أن ثلاثة أرباع الإفرازات التي يعني تنتج من الالتهابات غير محددة، ولا تعني دائما أنها التهاب، إلا أنها قد تكون ناتجة عن زيادة في الهرمونات، في زيادة في الهرمونات مما أنتج نوع من أنواع الإفرازات، وتتمثل بإفراز سائل أبيض مثلا أو سائل أخضر منقط فاتح، ورائحتها يعني تكون رائحة ممكن تكون غير طبيعية، ممكن تكون طبيعية وليست لها رائحة. ومن الضروري فحص الطفلة أو فحص الشخص الأنثى من قبل الطبيب المختص لهذه السوائل والإفرازات. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.